اشمن نيفو عندك و تيب اشمن ديبلوم عندك؟ شحال عندك في اللاج؟ عندي في اللاج 27 عام وعندي نيفو باك والديبلوم ما عندي حتى شي ديبلوم. وكان عندك شي ديبلوم في السكرتارية؟ كون ممكن دخلنا في السكرتارية لأن خصونا شي 4 الدراري فاش يدير السكرتارية. المهم شوفي دبري على ديبلوم أنا نتعاون معاك. بعدا فين كتسكني؟ السكنة فين عندك أختي؟ فين البلاصة بالضبط كتسكني؟ كنسكن في أناس وديبلوم ديال السكرتارية في شنو يعني مكينش كيفاش غادي ندير لي فهمتي؟ إميلا عندك منين تشتي ديبلوم وهداك؟ عندك الاكسبيرونس بعدا شوية في هادشي ديال السكرتارية يعني تدخلي دواسات تخرجي دواسات كدير المواعيد كتعرفي لا؟ اه نعرف ماشي مشكل فهمتيني راه اي دومين تدخلي ليه راه توريك غير توريني غير المرة الأولى وهذا راه نعرف علاش ما نعرفش ماشي مشكل. المهم ديبلوم انا ما نكذبش عليك ما عنديش فين نجيب ديبلوم خاصني ضروري نقراها ولا تمشي تشريه ما كاينش فهمتيني؟ لا ما تقولش هادشي يا الوقت هذا واجب هذا واجب وبعد الهضرة ديالك راكم يدوبين بنت الناس. دابا المهم انا غندير لك واحد الخير وانا الله يجزك بخير هاد الاوديوات الثاني مسحيهم لان كاين ريسك على حساب خدمتي وداكشي. المهم بغيتي ديبلوم راه كاين السيد اللي صوبو لك ياك بغيتي نعيط لك عليه ونكون تهضري معاه ولا ندخل لك انا هادشي راه ما موالفش نديرو غير عافاك صيفط لي شي فوطو ديالك باش نشوف فيكراسيو ديالك كي دايره وديك الساعه نشوفو قضية ديبلوم كيديرو لك باش الا كانت شي حاجه راه شوفو قضية ديبلوم راه فهاد السيمانه تبدا ان شاء الله راه الصالير غادي يكون كنبداو 4000 درهم ياك الكونترا ما كايناش يعني الخدمه ديال ديما يعني الكونترا مفتوحه غير الانسان الا كان كيبان معقول وباغي يخدم راه كن اوكي خويا ماشي مشكل ما نبغيش لك المضر ضرر لك كيف ما نبغيش لنفسي ما نبغيش لك حتى انت. اوكي انا نصيفط لك الفوتو ديالي. مرحبا الله يسخر. دابا قولي لي غير قضيه دابا الدبلوم شنو غادي ديري فيها الا عندك تيمين توجديه؟ مرحبا ما كانش راه كاين السيد يصوبو لك وهذا راه غير خير من اللي باغي نديرو وصافي انا قصدتينا وصافي فهمتي شنو وصلت لك هادشي اللي كاين وديك الساعه فاش تدخلي تخدمي وداك الشيء ديك الساعه راه انت وجهك ديك الساعه حلاوتي راه بيني وبينك كليك باش تفهم انا وياك. دابا بنادم اللي تكون بحال كل ولا تجي عندنا الاداره ولا كيدفع السيفيات وداك الشيء لان كاين اللي كتلقاه بحال هادي ديال لومان وحنا راه كندخلو للكونكور فهمتي راه كيطلبو صافي لان شركه انترناسيونال راه ماشي من داكشي اللي كتعرفي ديال تدخلي بكونترا ديال 6 موا في الاخر يقول في تسالي كونترا العام فهمتي. اول حاجه هاد حنا فاش كنشوفو بحالكم المهم بنادم اللي كيبقى مسكين باغي يعطي فلوس باش يدخل كلي بسيطة هادي حنا فاش كنعرفو راه ما عندوش ديبلوم لان راه النص راه البشر دخلنا بزاف الحمد لله هاد النص مع الناس يعني كيعرفوني بزاف تما فهمتي اي واحد تقول لي سي حسن كلشي تيعرفني الادارة عندنا زرقطوني فهمتي شنو وصلت لك. دابا المهم حنا بحال كل بنادم اللي تيكونش عندو ديبلوم ولا تيكون بحال عندوش النيفو ولا شي حاجة راه حنا كنشوف السيد ديبلوم راه كيصوبوك على ب 1500 درهم ما بين 1800 حتى 1500 يصوبوك الديبلوم ديالك كتجيبي معاك جوج تصاور فوتوكوبي ديال الكارت ناسيونال شي مهم فاش كتدخل عاد كتجيبي النيفو تجيبي داك السجل هاد اللي بانك عمرك دوزتي الحبس صافي هادشي هو المطلوب. دابا بحال دابا لو وجدتي ليا هادشي بحال دابا نعطيك على مثال لا تفاهمنا مع السيد مون ديبلوم وجهت الوسيط كيوجدو وقيلا ما عرفتش 3 السوايع ولا ما عرفتش 4 السوايع فهمتي كدير فوتوكوبي ديال لاكارت ودير الفلوس ديال الدبلوم تيوجدو لك تيعيط لك يجي تاخد الدبلوم ديالك صافي مورا تجيب لي فوتوكوبي ديال لاكارت تجيب لي التصاور غد لي تصفي عندي في الصباح في الإدارة صافي نطلعك كنعطيك البادجيت كنعطيك البادجيت ديالك تبداي خدام فهمتي وعندي ما نبغيش حتى شي واحد يعرفك بأنك داخل بشي دبلوم ماشي هو هداك ولا أنا اللي موصل ليك ولا شكون أنا اللي سولك أنا ندخل دوز كونكور ودزت فهمتي شنو وصل ليك صافي تبداي غادي تمشي تدفع لك الفيش ديال الولايه وتمشي تجيب لي شهاده دراسيه صافي تجيب لي في الدوسي فاش بدا يخدم صافي تمشي تفتح شي كونت جدد. اول حاجه انا على زعمت عليك اختي واحده اخرى ما ندخلش معاك كاع في هاد لي ديتاي وندخل هنا ثاني حاجه الحمد لله عندي سمعه زوينه وش تعرفني وان شاء الله تجي عند الاداره وتشوف كلشي على عينيك. ثالث حاجه القضيه الدبلوم انا غير خير مني راه ماشي مفروض عليا راه غير خير مني غندخل اما بالنسبه للثقه مثلا انا متفق معك في القضيه ديال بنادم بالوعود الكاذبه ولي وانا الانسان الحمد لله بهيبته وبقيمته راه باين انا راجع ان شاء الله لداري وغتشوفيني وتعرفيني شنو كنسوى لان راه بيك انت تقدي انت تجيب لنا ناس اخرين راه بواحد كتخدم به
يعني الناس خوني كيتموجين كيعرفوا بانك راك معقول وفهمتي ونوصل لك. المهم انا غادي نتصل بك دابا ونتمنى من الله تعالى تحشمنا ويكون خير. اما من ناحيه زعما باش حيت حرام عليا راه انا عندي وليداتي وعندي خواتاتي فهمتي، يعني حرام عليا نوعدك بشي حاجه وفي الاخر تلقاي ما كايناش. واخا انت انا نضحك عليك كما تيقولوا ولا ناخذ منك اراضي اللي بغيتك شكرا ندير مع الله تعالى. المهم انا نتصل بك ويجعل الله خير تعالى يشوف خير ديال الله. وعلى قضيه الدبلوم راه السيد راه قلت لك انا ما بين 1500 الى 1800 راه ماشي حيت هادشي ماشي انا كنصوب وانا غير كنتوسط باش انا كن فهمتي الانسان فاش يعني لان علاش نعطيك مثال الانسان اللي غيدخلك وغيخدمك ويوقف معاك وغيمشي يتقاتل لك يعني على ديبلوم ويجيبو لك ويدخلك بصالير ويدخلك تخدم بصالير زوين وداكشي راه الانسان ضروري غتشوف هاد الثمره كامله اللي ضرب معاك بنادم ما غتخليهش بلاش مش بونص. وي اختي انا انا اتصلت بالسيد دابا راه قال لك اخر ثمن باش غيصوبو لك هو ب 1600 درهم على وجهنا وداكشي قلت لي راه مزرورين بيه وداكشي. المهم راه 1600 درهم دابا غديري الفوتو كومو يمشوفي مع راسك انت غديري دابا الفوتو. لا ماشي هكا حيت انا فهمتي شنو وصل لك لانك انت قلتي صافي غنعيط للسيد انا عيطت ليه يعني بحال تحرجت وجهك قدامه دري صغير ما متيهمنيش انا فهاد القضيه الديبلوم راه قلت لك بغيت ندير اخر تعاود نقول لك فهمتي شنو وصل لك دابا ما كاين بس ماشي مشكل وديري بحال عمرنا هضرنا كاع حنا في هاد الشيء وخا الانسان غيتصالحيني يقول لي راه ما عنديش والو هذيك الساعه نشوف كي ندير لك اش غادي نقول لك معرفتك هي كنز وكنز كبير دابا المهم واخا نعاود 500 درهم ماشي مشكل حتى الاخر ديال الشهر باش تدوز على خلصه وتعاني مزيانه واش بغيتي ما يتوجد اليوم 1000 درهم ونتوكلوا على الله يلاه اختار من هادشي راه ما كاينش اللي يدير معاك هادشي واخا يكون خوك كان لي انا فهمتي لانك كتهضري هضره ديال ولاد الناس وصريحه وعندك هذه داكشي علاش زعمت عليك. اوكي خويا ما قلتي حتى شي كلمه لعيب انا غادي نعاود نتصل بخويا كيف قلت لك وإلا كان يوجدها لي من هنا لساعة بحال هكاك 1000 درهم الله يسهل. صوري لي عفاك لا كارطاسيون ديالك على جوج. شوفي الا كانت الامور عندك معكسه زعما ما مسهرش الله المهم شوفي بعدا دريه دابا اللي واقف عليها لان خصها غدا تبدا فهمتي تكون عندها يكون عندها الدبلوم ندخلوها غدا وانت المهم يوم ما يسر لك الله. وي ايمان السلام شوفي شوفي عرفتي شنو غادي ديري انت لا حول ولا قوه الا بالله. المهم وجدي 75 الفرنك ياك وانا غادي انا ما غاديش من جيب انا غنهضر مع السيد غادي نعطيه ديك 75 ونقول لها انت تصبر حتى الاخر ديال الشهر وراه غاجب. واخا خويا يلا المهم انا دابا خارج سينتي غير شوفي الله يجازك بخير غير قولي لي معاش لان عرفتي علاش باش دركنا غير الوقت على حساب السيد اللي غيكملنا الدبلوم. السلام عليكم وي اختي انا رانا تما صافي رانا ساليت مع الناس انا رانا دابا حدا هاد البلاصه هنا حنا فين كيدخل الترام عافاك ما تعطليش عليا الله يرضي عليك. انت خويا انا واقفه غناخد طاكسي دابا وانا عندك. سلام خويا حسن انا قدام الديبو ديال الترام قدام الديبو ديال شتك 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 انا في الكانو في الكافي انا في كافي الانفاس قريبا معاك عند قطعي قطعي الشانطي غنبلك. وي خويا صافي راه شفت الكافي ايس ياك واقيلا شنيتها المهم انا جايه نقد كاينه شي اختك كاينه شي اختك اخرى جايه باغا تدخل يلا شوفي لي وردي عليا دابا كاينين خواتاتي جوج اللي بقاو ماشي مشكل شوف الله يرضي عليك انا دابا مع دابا غادي في طاكسي غير لقيتي كيفاش تصيفط عليا غير الصوت شنو مريت تنعيط لك صيفطي لها شي 10 دراهم تقريبا تسير كونيكس وكنبغي نخدم بها بزاف.